الحركات في الصلاة. بومونسكي حركات كول. أي حركة يتحركها المسلم في صلاته تدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. هر هغ حركات مسلماني بومونسكي كي هغا بنزا تكليفي أحكامه كداخليه. الأول الحركة المحرمة. أول حرام حركات. الأكل الشرب. لك خوراك سخاك. الضحك. خنداك أول. الالتفات الكثير عن القبلة. دير زيادة قبلنا واختل واختل. يتحرك حركة كثيرة حتى تظن غير مصلي. دير زياد حركتنا كي تبدا قمان كيش دافا منزلنا دي ولا. الثاني حركة مكروهة. تويم حركة مكروه حركة دي. حركة يسيرة قليلة لكن لغير حاجة. دير معمولية حركتك أول بغير ده حاجتنا. يلتفت في الصلاة التفات يسير. فمونسكي معمولية أخوة دي أخوة تاويدل. الثالث حركة مباحة جائزة. دريم مباح حركة جائز حركة. هي الحركة التي تكون لحاجة قليلة لحاجة. ده هغا حركات ده جدير لقوي وضرورات مطابق وضرورات وخكيوي. سقطت النظارة وخاف عليها ان تكسر اخذها وضعها في جيبه. مثلا تشميدرنا اغر زي دي او ما تيجي فما تودي او يري دي جبك دي كي خذي. سقطت النقود من جيبه وخاف عليها من السرقة وضعها بادنى حركة. فسيدرنا اغر زي دي او بدي يري دي جسوك بيبطي كدير معمولي حركات سرد اغرى وچتك. الرابع حركة مستحبة. سلورم قسم مستحب حركات. هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، يعني إذا تحرك كانت الصلاة أكمل، وإن لم يتحرك كانت الصلاة صحيحة. ده هذا قسم ده شيء ده حركتي كده ني منذ صحيح نده أو تويكي منذ صحيح شيء. كسد الفرج. لك صفكي زي بطول. الخامس حركة واجبة. بنزم واجب حركة ده. هي الحركة التي توقف عليها صحة الصلاة. تحرك كانت الصلاة صحيحة، لما يتحرك كانت الصلاة باطل. أو ده هغا حركات ده شده من صحة بدي باندي ولا عليك وخذ ده من سيكيكي كونه خذ ده نسيكيكي. وهو يصلي وجد على غترة نجاسة. وقد سحالتك جمونس كي بغترة يا لباس باندي غير نجاسة أولي ده. حركة واجب الآن يأخذ هذه غترة ويضعها جانبا ويكمل الصلاة. ندي وقت كده واجب ده شده غدا حركته كده رواخده ويستوي غرزي. والله أعلم. الله أعلم.